يعطيك الصحة. هذا شيء خفيف وقليل قدمه السيد العيد حدادو، مازال فيه إن شاء الله راح يقدم لكم مقطوعات أخرى. تابعوا فقط هذا الحديث. طيب الأستاذ هو حامل شهادة ليسانس في العلوم الموسيقية. نبدأ أولا في اختيار هذه المجال العلوم الموسيقية، نبدأ ب يعني تدري أو يعني ميلك لهذا المجال، مجال الموسيقى. المجال اللي اخترته يعني أشياء بداخلي هي اللي ملت، هي اللي الموسيقى هي اللي اختارتك. عملت الموسيقى اختارتني. نعم. إن شاء الله نكون يعني في المستوى. بديت بالشعر، بعد وليت ملت إلى الموسيقى إلى الرسم، ودرت دراسات درست في الرسم، ولكن كي لقيت الموسيقى خليتهم في زوج، وليت يعني كان ليك ميل أكثر بالنسبة للموسيقى. مجال واسع جدا، وشفت بلي أنا نقدر نمد أكثر، هو المجال اللي نقدر نعبر به عن ما يختلج كياني أكثر من الرسم وأكثر من الشعر. على كل حد نحترم يعني شعراء ورسامين بشكل كبير جدا، ولكن أنا وجدت نفسي في جمهورية الموسيقى. نعم، سكنت في جمهورية الموسيقى. هذا الشيء جميل أنه يكون فيه اختيار يعني. ويكون يعني الواحد متأكد من اختياره ويقرر مع نفسه يعني أنه يبقى مع الشيء اللي يحس به أكثر. نعم. أو الشيء اللي خيرك أنت يعني الموسيقى، اخترتك أنت، أبقى مع الموسيقى. كيف هو حال مادة التربية الموسيقية في المؤسسات التربوية الآن؟ يعني سنتكلم يعني إحساس التلاميذ أو الأطفال شيء، والفكرة اللي خذينا الكبار شيء واحد آخر. وإذا كان كاين مادة اللي تساعد الطفل على التوازن النفسي والتوازن الانفعالي، هي مادة المواد الفنية عندها أبعاد روحية وأبعاد إنسانية لا حصرة لها. نعم. لا يمكن لأي مادة واحدة أخرى باش تبلغ الأهداف تاعها، أهداف التربوية اللي رسمتها رسموها علماء التربية كما مادة التربية الموسيقية. فعندها الجانب الإنساني اللي حد خارج القسم، هو أنه تخلي الإنسان يتجرد من عنفه، تخليه يميل إلى إنسانيته أكثر. نعم. ويحس بما يحيط به أكثر من أي إنسان آخر. طيب خلينا نوضح الأمور أكثر. نعم. معترف أنه ممكن يكون فيه ميل كثير للتلاميذ بالنسبة لمادتكم، مادة التربية الموسيقية. نعم. يكون فيه إقبال كثير. ممكن نعتبره هذا من جانب، نكونوا يعني صريحين مع بعضنا، أنه التلميذ يهرب من الضغط، ضغط المواد الرئيسية. نعم. ممكن الرياضيات، اللغة، أو يعني أي مواد أخرى، يحب يهرب من هذاك الضغط ويروح يعني للشيء اللي يرفه ليريحه ممكن. هل هذا هو الجانب اللي يخلي هذه المادة مهمة بالنسبة للتلميذ، أو أنتم كأستاذ لمستم أنه فيه اهتمام على تعلم الموسيقى يعني؟ كان جانب في المدارس، في المؤسسات التربوية، كان الجانب اللي تكلمت عليه هو أنه عنده جانب التربية الموسيقية، عندها جانب ترفيهي. نعم. بحيث تخلي الطالب أو التلميذ يعني يرتاح من ضغط المواد الأخرى. نعم. يجي العشية مثلا يقرأ عندي درس، يتغنى بالطبيعة، يتغنى بكل شيء جميل. المهم، ولكن هذه المادة وإلا كان ما وفرنا لهاش الظروف، ما وفرنا لهاش الوسائل، راح تولي كما المواد، كما الرياضيات، كما بحث أخرى. ولكن في نفس الوقت، وسأذكر، عندها برامجها، عندها أهدافها مسطرة، عندها طرق تدريسها، عندها منهجية تدريسها إلى آخره، ولكن هما يشوفوها الجانب تسلية أكثر من جانب تعلم، جانب العلمي، جانب تعلم، جانب طرق تدريس إلى آخره. عندها الجانب العلمي دقار، ولكن في نفس الوقت مؤسسة تربوية عندها الجانب الترفيهي. نعم. لكن إذا ما توفرتش الوسائل، أنا نولي كما أستاذ رياضيات ولا أستاذ فيزياء، والتلاميذ راح يملوا، يطلبوا منا في كل مرة، يطلبوا منا باش نعلمهم الآلات الموسيقية، باش نعلمهم كذا، ما عندناش وقت
ولا الوسائل. نعم. فنبقاو نتكلموا بالفم تاعنا كما يتكلم الشيخ تاع الادب ولا الشيخ تاع التاريخ والجغرافيا. نعم، خلينا نبعدوا كثير او شويه على ضغط هذه الاسئله والاجوبه. نعم. اقدم شيء لكل المشاهدين اللي راهم يشاهدوا فينا مقطوعه موسيقيه. دائما من اختيارك، هي ليست لك طبعا، لانه قلت انه الشيء اللي ليك راح نخلوه مع الاخر نفاجئوا بها المشاهد. نعم. واش تختار لنا سي العيد؟ كما حبيت. شنو هي ميلاتك، يعني شرقيه او شيء من هذا؟ لا، درست الموسيقى الشرقيه ودرست الموسيقى الغربيه والموسيقى الجزائريه كذلك. فانا نحب نكون يعني الثراء هذا يكون الثراء ان نستغله. نعم. ونمدلو الطابع الجزائري. نعم. باش احنا كجزائريين نستفادوا من الشرقيه، نستفادوا من الكلاسيك. ماشي نبقاو نتقوا قاعدين على روحنا في نفس الوقت، ما نضيعوش الشخصيه الجزائريه. طبعا هذا شيء مهم. ولكن ما دام رانا هنايا يعني عملنا كوكتيل. مانيش عارف، عملنا كوكتيل سي العيد حتى اقتراحي. اشياء نبداو بالعقل، مش اشياء شرقيه. نعم. تفضل. يعني شويه بردان. نعم، حد الاغنيه تعرفت عليها وكنت نردد معك، حبينا اغنيه جميله. نعم. جدا. سي العيد حدادو، اخر مره جيتنا للبرنامج صباح الخير كنت مع مجموعه اطفال. نعم. قدمت اشياء فيما يخص الطفوله، بعض الاغاني والاناشيد الخاصه بالاطفال. طبعا هذا يعني انه فيه ميل لاغاني الاطفال. نعم. وللتعامل مع الاطفال في مجال الموسيقيه، الى اين وصلتم في هذا المجال؟ هذه المرة دخلت أغاني أغنية الطفل، ماشي أنشودة الطفل، لأن أنشودة الأنشودة ممكن أنشودة في مكان معين، عندها مكان معين، عند مثلا المدرسة سواء وطنية ولا تربوية ولا وصفية إلى آخره. كاين أغنية، أغنية الطفل يغنيها في البيت وحده. نعم. يغني من حقه باش يغنيها في البيت وحده. يتغنى، عنده مشاعر هو ثاني، عنده أحاسيس. بابا من فضلك اسمعني وأعطيني من وقتك ساعة، باغيك يا بابا تفهمني، مانيش مقصر في الطاعه. وراني بصدد تحضير حوالي 30 انشوده بالامازيغيه للاطفال. سجلت ثلاثه منها، مازالني راني بالعقل نسجل، يغنوها اطفال صغار كيف كيف. راني في انجاز، راني عايش في جمهوريه الطفل. هو ثاني عنده جمهورية نتاعو ان شاء الله. فانا نبحث دائما على مكان امن في جمهورية الاطفال. سي العيد حداد يعني عنده يد كذلك في جانب التلحين، بدليل انه لحن للاطفال كذلك. ويعني لحقنا الى ختام هذا اللقاء القصير. يا ريت نتعرفوا على الاشياء الخاصه بالعيد حداد تقدمها للمشاهد الكريم، اللي حبيت تكلمنا عليها قبل ما تقدمها لنا ومن بعد نسمعوها. فيما يخص الاطفال ولا الكبار؟ تحدثوا عن الكبار بما انه تحدثنا عن الاطفال. والله نقول لك بزاف، انا نشوف الان راهي المجال الموسيقي كي نشوفوا في حفله ولا في تلفزيون مباشره رقص، موسيقى راقصه. وهل الانسان كاين غير فيها الفرح؟
الانسان لما يولي العشيه من العمل ولا يجلس مع بينه وبين نفسه يولي مع ذاته، يحس بروحه واش دار واش ما دارش الى اخره. فكاين احزان، كاين اشجان، كاين الالهام هو نتاج معاناه ارهاصات. ماهوش غير الفرح واش والرقص، انا اتساءل كيفاش الناس هذو ما عندهمش مشاعر، ما يحسوش بالوحده، ما يحسوش بالضياع، ما يحسوش بال، الانسان يفضل انه يكون فرحان اكثر من انه يكون حزين يعني. لا يفضل شيء اخر لكن واش يخرج هو العمل الفني الحقيقي اللي يعني ياتي من الاعماق. شغل الفرح بون، الفرح هو جزء من الاحاسيس، ولكن كاين عشرات الاحاسيس. نعم، الرعب، الخوف، الحزن الى اخره، الفرح، كاين اشياء كثيره جدا، الحب، الكراهيه، هذه الاشياء احاسيس كلها. نعم، ولكن ماشي غير الرقص. طيب عيد الرقص واش تقدم من اسئله عيد حداده؟ اشياء تاع كبار، حتى انا نجلس مع نفسي واحيانا اخاطب نفسي في احد الاشياء اللي راح يعني الحاجه اللي ممكن نقدمها الان. نقول كان كنت في سن العشرينات هكذاك، نقول بالدرجه المهذبه. اي نعم. اتساءل نقول الشرقيين يتكلموا باللغه تاعهم بالدرجه تاعهم، ونشهر الفن تاعهم باللغه الدرجه المهذبه. احنا نعم. لماذا لا؟ نقول له يا قلبي يا ليمني، يا مسهرني الليالي، يا محملني غرامك ثقل، يا شاغل كل بالي، انا نشكيك من العذاب من الحسرة والأنين، ونبكيك آه يا قلبي من ضياع السنين. تغنيها لنا؟ لا حبيت، أنا عم بالي ما نغنيش، أنا عم بالي ما نغنيش، ولكن حكمت عليا. يا ريت أنك تغنينا يعني هكذا باش المشاهد يكتشف صوتك. الحسرة والأنين، نبكيك يا قلبي من ضايع السنين، نشكيك من العذاب والحسرة والأنين، نبكيك يا قلبي من ضايع السنين، خلي العذاب يدي يدي مني نصيبه، خلي الدموع تسقي تسقي في الجراح، وخلي الشوق يشعل يشعل فيا لهيبه، خليني نفكر فكر في كل اللي راح. يا قلبي يا ليمني، يا مسهرني الليل، يا محملني غرامك، يا شاغل كل بالي، يا قلبي يا ليمني، يا مسهرني الليالي، يا محملني غرامك، يا شاغل كل بالي. يعطيك الصحة سي العيد حدادو، أغنية جميلة حتى كلماتها شاعرية وجميلة جدا وهادئة. نشكر حضورك معنا في هذه الصبيحة، نشكرك على هذه الصحة الجميلة الفنية الموسيقية، إن شاء الله نتلاقاو في فرص أخرى إن شاء الله.